اس عشق میں مر جاوا. أنا أخذت المصاري منك وهلا لعبتها خلصت وما بقى إلا لزوم. مين أنت؟ ليش متخبي ورا هذا القناع؟ إجيت من حالك ولا حدا بعتك؟ احكي. الأغلب بيكون شريك هداك الزلمة. أنت ليش ما بدك تكشف حالك قدام الكل؟ قلي نحن لإمتى رح نضل عم نلعب لعبة القطط؟ لا تاكلي هم هالشي ابدا، رح اكشف حالي لما يجي الوقت المناسب، من هون لوقتها رح نشتغل بحذر. انت لا تخاف، انا بعرف كيف لازم اتصرف منيح.
لو أني وقعت من هالمكان مستحيل كنت أقدر أرفض. ليلى ليلى صرت متأكد إنه هي بتكون آروي، بس هي إجت لتقتلني ولا لتنقذني؟ ما رح خليك تموت بهالطريقة البسيطة يا ديب، لازم خليك تعاني وخلي روحك تتعذب وهي عم تطلع، ورح خليك تحس بوجع لدرجة إنك تطلب الموت وتتمناه يا ديب. أنت كيف وصلتي لهون؟ انساني هلا ابي مانو، خبرني انت ليش كنت عم تركض مثل المجنون لحالك على الطريق وعم بتخاطر بحياتك؟ لو ما اجيت بالوقت المناسب وانقذتك كانت هديك السياره ضربتك. لازم تعرف انه الخطر محاوطك بكل مكان، لهيك لازم تكون حذر اكثر. عرفت مين كان عم بيسوق السياره؟ حاولت اعرف بس ما شفت مين كان. اسمع ابي مانو ورجع على الضيعه فورا، البيت اللي عايش فيه مليان بالأعداء وكلهم خطيرين، وأنت ما رح تقدر تعرف مين اللي ممكن يأذيك. بس أنت كيف عرفتي كل هالشغلات عن هداك البيت؟ لأني خايفة عليك كتير. حسب كل اللي صار كتير واضح إنه في أعداء موجودين حواليك وبكل مكان بهذا البيت. بتمنى إنك ما تصير مع الوقت هدف لشي واحد منهم. غورما، قلت لك قبل برجع بقلك أنا ما رح روح من هون وأترك أروهي لحالها. بكل حال أنا ما رح ارتاح أبداً لحتى أقدر أعرف مين بيكون عدوي وأعرف شو اللي صار ومين كان مسؤول وحاسبه على كل أفعاله. لوين رايح هلأ؟ لازم أتحرك غورما، أروهي لحالها وهلأ هي محتاجتني. انتبهي على حالك. الظاهر إنك مو حاسس شو عم بيصير، بس أنا شايفة من عيونك وهالشي باين بشكل واضح إنك عن جد بتحبها لأروهي، ولهيك أنا خوفي عليك عم بيزيد كل يوم، لأنه الحب لما بيدخل على قلب حدا بيعمل منه شخص ضعيف. مين في هنيك؟ مين ما كنت تطلع؟ مين انت؟ اللي مين؟ وليش اجيت لهون؟ بعتوني لهون حتى اخذ شوية شغلات مهمة موجودة بالبيت، وانت بتعرفي عن شو عم بحكي بالضبط. ايه بعرف الشي اللي عم تحكي عنه. انت ليش اجيت لهون؟ ليش ما اجا بدالك؟ وانت بتعرف منيح انك ما لازم تيجي على هذا البيت بهالطريقة ابدا. ممكن شي حدا يشوفك ويعرف بامرك. لقائنا بهالمكان مو امن ابدا. ما في اي مشكلة، تأكدت قبل ما اجي انه ما رح يكون في حدا بالبيت، لهيك قررت اجي وشوفك. ومشان ليش اجيت بداله؟ كان بده يجي، بس اذا صار وشافوا حدا او تعرف عليه حدا فكري شو ممكن يصير وقتها. ديب مانو بالبيت، بس تعرى هون إذا إجت وشافتنا وقتها. وهي كمان مانا موجودة بالبيت. بسرعة عطيني الغرض اللي إجيت كرماله مشان أقدر روح قبل ما يجوا. بسرعة ما بقى تأخريني. ماشي أنت انتظرني هون وأنا رح روح جيبه. تفضل واسمعني منيح شو بدي قلك. وصل له على لساني انه قبل ما اعطيه اشاره معينه من طرفي هو ما لازم يجي لهون او يبعت اي حدا تاني غيره. يلا بسرعه روح من هون هلا قبل ما يجي شي حدا ويشوفك هون. ما
ما في أي حدا بالبيت هلأ، هاي الفرصة المناسبة. يا قدير شو كل هاد؟ لسا ما حدا انتبه على هالشي لحد هلا. طالما انه هالسر لساته موجود هون ومحفوظ بالخزنة، كل شي رح يكون بأمان ومن دون خوف. إذا شافني ديب هلأ واقفة قدام المخزن فهو أكيد رح يسألني أسئلة أنا ما بدي جاوبه عنها أبداً. مين هون؟ مين في هون؟ ديب شايلة هون باتجاهي. شو لازم أعمل هلأ؟ عفواً أستاذ، في عندي شغل كتير مهم معك، الموضوع مستعجل، تفضل. وضع الشركة كتير سيء وكل شغلنا حالياً عم يفشل يا أستاذ، حتى سعر أسهم شركتنا عم ينزل بالسوق بسرعة والمستثمرين عم يتصلوا فينا كلهم وعم يطلبوا منا نرجع لهم مصاريهم. أستاذ، وحتى القرض الاستثماري الأخير اللي حكيت مع البنكر ماله من كم يوم، إجانا الرد اليوم الصبح وقالوا لنا إنهم رح يرجعوا يفكروا بالموضوع وهالشي قبل ما يعطوه. طبعاً يا أستاذ كل هالشغلات عم تصير لأنه في أخبار انتشرت بكل مدينة وبتقول إنك على علاقة مع راقصة بمقهى. هالأخبار كذب، هالشي كله مؤامرة ضدي، أنا ما بعرفها لهديك البنت أبداً. ما رح خلي سمعتي وثروتي ولا شهرتي تخرب بهالسهولة وبسبب شي ما له أساس. أستاذ لازم تعمل شي بأسرع وقت، نحن ما ضل عنا وقت كتير وإلا رح نخسر كل شي يا أستاذ. رح أعطيك بس 24 ساعة لحتى تثبت براءتك، وإذا قدرت تثبت هالشي وقتها أنا رح أعتذر منك. أنت معك حق، لازم أعمل شي بأسرع وقت. لازم روح بالإذن. ألو، أنت عم تفكر فيني صح؟ بعرف هالشي لأنه أنت كمان شاغلي تفكيري وما عم تروح من بالي كل الوقت. يبدو أنه واثقة كتير بحالك، بس أتذكر الشغلة واحدة، ما لازم الشخص يكون واثق بحاله لهالدرجة، لأنه هالشي ممكن يكون كتير خطير عليه. أنت شو مفكرة؟ راح تقدري تهربي مني دائماً؟ وما راح أقدر أعرف أنت مين بتكوني؟ بتعرف شو كلامك مزبوط. أنت بتعرف ليش؟ لأني مثل النار وأنت رح تحرق حالك إذا بتقرب مني أكتر من هيك. لهيك خليك عم تفكر فيني، هذا كل شي فيك تعمله.
اهلا. شو كل هالشي؟ ما عم صدق اللي عم شوفه. هالشي بيعني انه تمثيلية الكنة المهذبة والمحترمة خلصت هلا؟ بس على فكرة ما كان لا بقلك هداك الدور ابدا. انت راجع من حفلة ما هيك؟ بقصد انه كيف فيك تحتفلي بهذا البيت وانت لابسة مثل هدول الثياب؟ لازم تعرف هلأ أنه المرة اللي كنت ضل تزعجها على طول هديك كانت لطيفة ومحترمة وكانت تسكت لأنها مضطرة. أما المرة اللي واقفة قدامك هلأ وعم تحكي معك هي تارة الحقيقية، وبصراحة أنا بتمنى أني ما أضطر خبرك أبداً عن العلاقة القوية اللي بتربط بين تارة وبين السكين اللي بين إيدي هلأ، لهيك لا بقى تحاكيني بهالأسلوب. لمصلحتك إنك تركز بس على شغل حماية هذا الشخص اللي كلفوك بأمر حمايته، وأنا بتمنى إنك ما تضطر ولا للحظة إنك تخاف على حالك. هلأ صار اللعب أحلى، كل اللي هون انكشفوا على حقيقته ما عاد في شي مخبى. ليش حاسس انه هي السيارة إلها علاقة؟ معقول تكون هي نفسها السيارة اللي كانت عم تلاحقني مشان تقتلني؟ هي سيارة تارا، بس ليش لا تحاول تارا تقتلني؟ ما لازم تاخذني وتجيبني الافكار بهي السرعه، لازم انتبه من تارا من هلا وطالع. قلت لك قبل مو سهل عليك تهربي مني ابدا؟ ما حدا بيقدر يخوني ويهرب مني بهي السهوله. شو مفكرة حالك؟ الوحيدة اللي بتعرفي تعملي ألاعيب؟ الظاهر إنك نسيتي إنه أنا خبير كتير بهي الشغلات كمان. أنا لازم لاقي حل بسرعة لأطلع من هالورطة، وإلا ديب رح يقدر يكشفني. Thank you.
مين انت؟ ديب؟ لا تصرخي، هذا انا. شو بدك هلا وليش اجيت لهون بهالوقت المتاخر؟ اجيت اخذ المسدس. ماشي امسك. لازم نكون حذرين كتير. شو حدا شافك لما فتت لهون؟ لا ما حدا شافني. طيب قل لي انت ليش بدك المسدس هلا؟ انا ببقى بخبرك بكل شيء بالوقت المناسب. رح اروح. لسه في شغله. كل المشاكل بحياتنا بلشت تختفي وتروح شوي شوي وللأبد. مين انت؟ بيمانو عنده نفس الأسوارة اللي بإيده. مين ما كنت روح من هون بهدوء، ولا أنت رح تكون السبب بموتك على إيدي هلأ. هالشي ما رح يصير أبداً. اربط ايدين ورجلين ديب. لا تتحرك من مكانك ديب. انتو هيك عم تغلطوا كتير ولازم تتذكروا هالشي. خليك بمكانك وانت ساكت، وإلا رح صوب عليك عن جد المرة الجاية. مو قلت لك انه مو ممكن تصلي ابدا الا اذا انا وافقت، وانت ما بدك تموت عن قريب. بنصحك ما بقى تلاحقني ديب. انت رح تندمي كتير، وعن قريب كمان رح شيل هالقناع عن وشك واعرف مين بتكوني، وما رح ارحمكن مين ما كنتوا تكونوا. معناها انت الرقاصه ليلى يلي عملها ديب. ديب ما بيعرف انه انا ليلى، هو شكك بس مو متاكد. ليش خبيتي عني هذا السر؟ ليش اروحي؟ برايك ما كان لازم تخبريني قبل ما تعملي هيك مغامره لحالك؟ كنت مفكر انه نحن اثنين فريق واحد. ابي مانو انا اسفه بس ما كان قصدي ازعجك ابدا. انت عملت كثير شغلات كرمالي، وما كان بدي اخبرك بهالسر وزيد المشاكل عليك ابي مانو. اصلا ما كان في غير هدف واحد من تمثيليه ليلى، وهي انه دمر ديب، وأنا هلأ وصلت لهدفي بكل سهولة. وهي اليوم شو صار اليوم؟ بتعرفي شو كان صار معك لو ما اجيت بالوقت المناسب؟ وصلت بالوقت المناسب وقدرت أنك تنقذني. أبي مانو أنت رفيقي، وأنا بعرف أنه أنت رح تحميني دائما، لهيك شكرا كتير. بس ما لازم تضلك عم تمثلي أنك ليلى وتجيبي المشاكل لحالك. أكيد منلاقي طريقة تانية، بس أنا ما رح أسمح لك أنه نار الانتقام تحرقك. أنا بعرف قديش انت بتخاف علي، بس بترجاك وثاق فيني وتأكد اني ما رح اعمل اي شي غلط. اما هلأ ما بقى بقدر انه اتراجع عن خطتي. ابي مانو انا ما فيني دمر ديب تماما بس بهي الشخصية تبع مامبريت لحالها، لهيك كتير مهم انه ضل عم مثل شخصية ليلى. مامبريت ما رح تسمح لديب يعيش بهداك البيت، وليلى ما رح تخليه يموت براته.
أمي؟ أمي؟ ديب، أنا عطيتك 24 ساعة مشان تثبت إنك بريء. شو صار؟ أمي، أنا حاولت كتير بس ليلى قدرت تهرب مني. الإنسان اللي قلبه بيكون عن جد طاهر من جوا هو اللي بيستاهل ياخد البركة، مو الإنسان اللي ما في جواه غير الكذب والخداع. أمي بترجاكي عاقبيني بالطريقة اللي أنت بدك إياها، بس لا تبعديني عنك هيك. بترجاكي أمي، أنا لقيتك بعد سنين طويلة، لهيك ما بقدر أتخيل حياتي بدونك يا أمي. بترجاكي. أنا كمان كنت مبسوطة كتير لأنه رجعنا لبعض يا ديب. أما هلأ أنا عم فكر إذا أنت عن جد ابني اللي كنت فخورة فيه وشايفته أحسن الناس. ديب، بدل ما أشوفك عم تعمل أشياء منيحة عملت هالشغلة اللي بتخجل وأنا ما ممكن أنه أقبل فيها أبداً. عن جد ما كان بدي أعيش لشوفها اليوم. اسمعني ديب، أنا هلأ ما رح أحكي معك ولا بقى بدي أشوف وشك لحتى تجيب لي دليل براءتك تثبت لي أنه هالشي اللي صار كان بسبب ليلى. اثبت لي هالشي بأسرع وقت ممكن وإلا أنت ما بقى رح تشوف وشي. شو شكلك يا أسان كتير يا ديب؟ تتذكر أنه أنت حطيتني بنفس الموقف؟ بسببك أهلي رفضوني وما اقتنعوا أني بنتهم لأنك غيرت لي وشي وعطيتني وش البنت اللي حاولت تقتلهم. ومثلك كمان أنا ما كان في عندي دليل ولا أي دليل أثبت فيه براءتي قدام أهلي وعائلتي وأرجع لهم مرة تانية. وهلأ رح تنجبر تمر بالوحدة والوجع نفسهم يا ديب اللي أنا مريت فيهم بحياتي، وشوف شو لسه رح أعمل فيك. عن قريب رح خليك تتقلع من هالبيت وتعيش أيام مثل اللي أنا عشتها لحتى تجيب لي دليل براءتك وتثبت لي إنه هالشي اللي صار كان بسبب ليلى. اثبت لي هالشي بأسرع وقت ممكن ولا أنت ما بقى رح تشوف وشي. ألو، وصلت بخير على بيتك ما هيك؟ ما تعذبت كتير لحتى فكيت إيديك من الحبال. شو لازم نعمل؟ من الضروري تتعذب كل هالعذاب بس من شان تشوف وش ليلى. لشوف وش ليلى؟ أو قصدك وش آروهي؟ آروهي؟ مين آروهي؟ عن جد انك بتضحكي. بدك تفهميني انه ما بتعرفي مين انتي؟ بتحبي ذكرك بشي؟ اروهي هي الوحيده اللي بتسترجي انه تقرب هيك من ديب وبهي الطريقه. بس تذكري شغلي يا اروهي، ما بيهم كم قناع رح تلبسي لانه مستحيل تهربي من عيون ديب. انا بعرف انك عايشه ولهيك انا خليتك تقربي مني لهي الدرجه مشان أقدر أسحب القناع من على وشك. أنا كنت بعرف إنه ديب راجسينغ مانو شخص غبي لدرجة إنه أقرب منه كل هالقد من دون ما يعرفني. منيح اللي قدرت تعرفني. وهلأ منقاتل بعض على المكشوف. يلا استنى هجومي الجديد عليك يا ديب. الشيء الحلو والمميز فيك يا أروهي إنك دائماً بتحذريني قبل ما تهجمي علي وتقاتليني، بدل ما تهجمي علي بشكل مفاجئ. بس هالشي مو معركة أو قتال أبداً، هذا الشي ما له اسم غير الحب. لهيك ترجعي لي بعد كل شي عملته فيكي. هذا هو الحب الحقيقي اللي بيضل يخليك تقربي مني وترجعي لي دائماً.
بس تذكري شغلة واحدة، كل شي عم بيصير بحياتي بسببك انت لوحدك، وانا مو مستعد اتحمل هالشي، وراح اتاكد انك راح تتعاقبي عليه. كمان تذكري شغلة بانه ديب راسينج هو اللي بيلعب بالناس وما بيقبل يصير العكس لو شو ما كان الثمن. واذا كان في حدا مفكر حاله ذكي وعم يحاول يلعب معي، اكيد رح اعاقب هالشخص وخليه يندم. تتذكري اخر مره انا بس غيرت لك ملامح وشك مو اكثر، اما هالمره صدقيني رح غير لك حياتك كلها. عن جد انت كثير واثق بحالك ديب، مو حاسس انه انت هلا صرت الهدف وما عدت الرامي؟ انتبهني. يعني ممكن تكون هالكاسه اللي حاملها بايدك هلا مليانه سم. بفهم من حكيك انك عم تراقبيني، وبدون ما تحسي خبرتيني عن سلاحك اللي رح استخدمه ضدك، واكيد لازم صرت رح غير لك حياتك كلها. ديب عشق میں مر جاواں تو جو کہے وہ کر جا. اشتقت لي حبيبي مو هيك؟ عشق میں مر جاواں تو جو کہے وہ کر جاواں. بهداك اليوم انت قربتي مني، واليوم انا اللي رح اقرب منك، وما رح نضل بعاد عن بعضنا ابدا. انا كنت كتير مشتاقه اني ارجع اقرب منك، واليوم رح تتحقق كل أحلامي وكل الشغلات اللي ببالي. ديب أنا كتير مبسوطة إنه نحن رجعنا لبعضنا. أنا ما عم أقرب منك كرمال سعادتك وكرمال نرجع لبعض، بس كرمال أجرح على أروي. أروهي انتبهي شوي، ديب بكره رح تكون نهايته. شوفي هون كل الجرايد رح تحكي عن اللي صار معه بكره، البنك رح يحجز على كل شركات ديب، لأنه هاي الشركات ما رح تقدر تسدد قروض البنك. أروهي شوفي، أروهي شو عم تشوفي؟ أروهي ما لازم تنزعجي من الشغلات اللي بيعملها ديب مع تارا. اطلعي فيني، ديب واحد مجرم، هو اللي قتل ابنك. ما فيكي تنسي هدفك بالمرة، ما بصير تضعفي قدام الشخص اللي اجيتي كرمال تنتقمي منه. أنا بدي ضل حالي شوي أبي مانو، عن جد بترجاك تركني. أنا بكره ديب، ليش حسيت بهالإحساس؟ حاسة إني مجروحة، ليش انزعجت كل هالقد؟ ما لازم انزعج من تصرفاته. ما رح انزعج شو ما عملت، هدفي إني دمرك وأنا رح أحقق هذا الهدف لو شو ما صار. كل شي رح يمشي مثل خطتي يا ديب، وما ضل قدامي غير كم يوم. عن جد صدقني أنا رح دمرك وأخلص منك، وهالمرة هالشي أكيد، وما رح أغلط أبدا، ما رح أقبل بالغلط حتى. ما رح تقدر تهرب مني أبدا لو شو ما عملت.
انت ما طلعت فيني تطليعه حب وحده وقت اللي كنت عم مثل على الناس وع امك واعمل حالي ست بيت محترمه وكنا منيحه. واليوم وقت اللي انا رجعت مثل ما كنت وتصرفت على طبيعتي قدرت ارجع اكسب حبك. بقى من هلا ورايح رح ضل على طبيعتي وما رح اتغير ابدا لو شو ما صار. أكبر غلطة بحياتي عملتها هي أني حبيتك يا ديب، لأنك مستحيل تكون وفي أبدا. مين هذا اللي عم يتلصص علي من باب الغرفة هلا؟ أبي مانو شو عم تعمل هون؟ أنت ما بتخجل من حالك؟ شو هالتصرف السيء هاد؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.